السلام عليكم. اليوم جيت لكم هاد الشقه ديال الشقه سكن اقتصادي كاينه في تمسنه وفيها جوج البيوت والصالون كيف ما كتشوفوا. يعني راها مفرشه مولاتها خداتها، المهم بغات تبيعها. والمهم 25 مليون. اللي مهتم ولا اللي عنده رغبة أنه ياخذ هاد الشقة يتصل بيا في الرقم وأنا ألاقيه مع صاحبة الشقة، ونسأل الله التيسير للجميع. هذه هي الشقة كما كتشوفوا هنايا، هذه راه الكوزينة. ونعتذر نعتذر نعتذر عن السيدة صاحبة الشقة، واخا الدار بقى عامرة يعني عامره بالحويجات ديالها وداك الشيء، وهذا الشيء اللي كاين. كنعتذر منكم تتوما، يعني انا الهدف ديالنا هو نبينو الشقه ماشي نبينو داك الشيء اللي فص منها. وشكرا على التقبل ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.